في تصريح خاص لمركز الأخبار أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل أن القطاع الخاص يلعب دورا مهما وفاعلا في توفير فرص العمل للشباب البحريني. وزير العمل أكد أن الوزارة تحرص على توفير فرص التدريب مع شركائها بشكل متواصل، داعيا الشباب البحريني لاستغلال هذه الفرص والاستفادة منها قبل دخولهم إلى سوق العمل. ليس هناك أي خيار، اليوم فرص العمل المتاحة بنسبة أكثر من 90% هي في القطاع الخاص، يعني القطاع الخاص هو اللي يقود قاطرة الاقتصاد في البحرين وهو الذي يولد الوظائف. فالحكومة تولد بعض الوظائف في مجالات معينة، ولكن الأساس والعدد الأكبر هو يعني اليوم القطاع الخاص في 110,000 موظف بحريني، وفي حوالي 49 أو 45 في القطاع الحكومي، والنمو الحاصل هو في القطاع الخاص. أهم شيء أن الشباب يقبلون على التدريب، التدريب يكسبهم مهارات إضافية للالتحاق بسوق العمل، سواء كان في عندنا 3 برامج رئيسية بالتعاون مع تمكين، في المهارات الوظيفية تكسب تعطي الخريج مهارات إضافية عملية للعمل، في عندنا فرص تدريب على رأس العمل يتيح للخريج أن يتواجد في شركات موجودة تحت التدريب ومدفوعة لها مكافآت من قبل تمكين ومن قبل وزارة العمل، حتى يستقر لفترة معينة يكسب مهارات عملية داخل منشآت القطاع الخاص الناجحة والمتطورة. اثنين، في عندنا ما يسمى بالتدريب مع ضمان التوظيف اللي يعملونها معاهد التدريب، يختارون مجالات علم يعني مناسبة يطلبها سوق العمل ويدربون المتدربين ويلتزمون بتوظيفهم في منشآت، لأن هناك حاجة أصلاً في العديد من المنشآت المتخصصة لمثل هذا النوع من المهارات والتدريب المطلوب.